بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. متتبعي قناة نزار عبد الرؤوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر كل المتتبعي القناة اللي دعموني سواء بالاشتراك ولا بالمشاهدات، شكرا جزيلا. نرجعوا لموضوعنا اليوم واللي جبت لكم فيه فيديو يخص منحة البطالة. فهناك الكثير من الإخوة والأخوات يتساءلوا عن الفئة التي تسحب منهم منحة البطالة، سواء كانوا على علم كيسجلوا أنفسهم ولا ما عندهمش بالشروط، ولا بعد تغيير بعض الشروط بعد التسجيل في المنحة كشرط أصناف السيارات. ونزولا لطلب بهم ولتوضيح أكثر، قررت ندير هذا الفيديو لندرجوا فيه شكون هما الناس اللي تسحب منهم منحة البطالة رغم كثرة الفيديوهات على هذا الموضوع. اليوم راح نوضح إن شاء الله بالتفصيل الممل وشكون هي هذه الفئة، وراح نبداو على الفئة اللي من سوريا. أي شخص مسوري ما عندوش الحق في منحة البطالة، يعني عنده رقم ضمان اجتماعي ولا يكون منتسب للصندوق الوطني للأجراء كلاس ولا لغير الأجراء كاسنوس. أي واحد عنده سجل تجاري ولا عنده بطاقة حرفي ولا بطاقة فلاح ولا يقرأ في الجامعة ولا في المعهد ولا في السنتر ولا في أي طور من الأطوار التعليمية راح ينحولوا المنحة. هذا في حالة إذا كان سجل بالخطأ، لأنه كما نعلم أن هذه الفئة ما تقدرش تسجل أصلا في منحة البطالة. نروح لفئة أخرى واللي هي كما ذكرت في بداية الفيديو، أي واحد عنده سيارة من صنف 1 إلى صنف 8، يعني عندك سيارة نفعية ولا عندك كار ولا بيس ولا ميني بيس ولا كامي ولا عندك تراكتور، رايحين ينحولك المنحة. أي واحد استفاد من الأجهزة العمومية كما اللي استفاد من لونجام ولا من لونساج ولا استفاد من لاكناك ولا عنده أي سلفية من عند الدولة، هذا ينحولو المنحة. أي واحد مازال يقرأ سواء في الجامعة ولا في المعهد، ولا أي واحد عنده الباك وسجل في الجامعة واستفاد من عطلة أكاديمية، ينحولو المنحة. أي واحد عنده شهادة ليسونس وسجل في الماستر، ينحولو المنحة. أي واحد مستفيد من محل ذو طابع تجاري كما المحلات تاع الرايس ولا محلات تابعة لأملاك البلدية ذات طابع تجاري، يسحبوا منه المنحة. أي واحد كان مستفيد من المنحة وعقد قران مع الزوجة الموظفة ولا العكس، راح يسحبوا منه المنحة. أي واحد تزوج وكان يخلص المنحة، تزوج مع وحدة تخلص ثاني منحة البطالة، راح يسحبوا منه منحة البطالة. أي واحد تجاوز عمره 40 عام، ينحولوا المنحة. أي واحد ما جددش بطاقة طالب العمل، يعني من اللي سجل ما زادش جددها، ماشي الناس اللي تأخرت في التجديد. أي واحد رفض العمل المقترح عليه 2 مرات، ينحولو المنحة، لأن الوكالة راح تقترع عليك عمل في المرة الأولى ترفضه، تعاود تقترعه عليك في الثانية، إذا رفضته راح تقصيك من المنحة. أي واحد رفض التربص في السنتر ولا حبس التربص بدون مبرر، يعني ما يروحش يقرأ بدون عذر، راح ينحولو المنحة. أي واحد ما فوتش العسكر، يعني ما عندوش كارت جون باستثناء المعفي، وهذا المشكل اللي يحدث في التسجيل، يعني كيف يقولك باللي ما أديتش الخدمة الوطنية، ينحولك المنحة. حاولت توضيح ولو بشيء القليل بعض الأجوبة لبعض الإخوة حول الفئة التي قصوها من منحة البطالة لأسباب ذكرناها في هذا ودرجناها في هذا الفيديو ودرجناها حتى في فيديوهات سابقة. أرجو أنكم استفدتم ولو بمعلومة صغيرة، وللتذكير أن منحة البطالة تبقى منحة مؤقتة إلى غاية يلقاو لك خدمة إن شاء الله، وأمنيتي أن تتوسع قائمة المستفيدين أكثر، وخاصة قانون السن يعني يرفعوه أكثر من 40 سنة ليعم الخير إن شاء الله. وفي الأخير ما بقى لي غير نقولكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي عنده أي استفسار يكتبوا في الكومنتار أسفل الفيديو، وأنا من واجبي نجاوب على كل الأسئلة إن كان لدي معلومة صحيحة. نرجو التوفيق من الله، وإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.